نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجزء الرابع من سلسلة الفيديوهات التي تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح المركز أن الدولة ضاعفت من جهودها لإتاحة وتوفير كافة السلع واللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك. هنا ب 115 بره ب 180 ولحمه درجه اولى. منتجات كتير من لحوم واسماك وفراخ وبسعر تنافسي يعني. وهنا طبعا لحمه متوفره جدا جدا طول الموسم، مش في الاعياد بس، سواء كندوز سواء ضاني مبرد سواء مجمد برازيلي، وباسعار تقل عن السوق حوالي 40%. ده عندهم فراخ خرفان بلدي حيه بيبيعوها واقل من السوق، في السوق بره بتتباع بتبدا من 95 و100. هنا بيبقى 90 جنيه كيلو حي. الخضار والفاكهه طبعا بقى فيهم انخفاض ملحوظ، توفر السلع كلها موجوده، الزيت، سكر، رز، الدقيق، الخزين بتاع البيت الاساسي كله موجود. هنا ب 115 بره ب 180 وب 200 ولحمه درجه اولى مش عليها عيب يعني، وكلنا زي ما انت شايف الزحمه كده. ان شاء الله في العيد ولحمه العيد موجوده وكل حاجه موجوده، والناس اللي هنا ناس محترمه جدا. بالنسبه للفلوس بالنسبه للحمه حاجه رخيصه وحاجه في منتهى النظافه واسعار جميله قوي 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 يعني. لحوم متوفره والمنتجات متوفره، الاسعار انا شايف ان هي كويسه احسن من بره بكتير يعني. الرز كويس وسعره كويس، والسكر والزيت برده سعره كويس، واللحوم برده سعرها كويس احسن من بره بكتير. متوفر في جميع السلع تقريبا، من اول الرز والحاجات كلها منتجات البيت يعني. شايفه اللحوم برضو اسعارها مناسبه جدا بالنسبه لبره، فرقين ما بين اللحم السوداني واللحم البلدي، ودي حاجه في منتهى الامانه.